السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة الصف التاسع منهج الكويتي. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن المجموعات الجزيئية. المجموعة الجزئية برمز للمجموعة بالرمز ده، يبقى ده رمز المجموعة. لما اكون عايز امثلها بمثلها بحاجة اسمها شكل فين. يبقى لما اكون عايز امثل المجموعة بمثلها بشكل فين. شكل فين ده اي شكل، عايز تمثله دايرة، مثلث، مربع، اي حاجة. يعني مثلا انا لو كان معايا دي سين فيها واحد واثنين وتلاتة، عايز اعملها بشكل فين، بنكتبها كده واحد اثنين ثلاثة. النقطة ديت، النقطة دي يعني كأننا بنقول ان هنا الثلاثة وهنا الاثنين وهنا الواحد. طيب يبقى انا اتفقت معك دلوقتي ان الرمز ده رمز المجموعة وان بنمثلها بشكل فين كده. طيب ايه هي المجموعات المتساوية والمجموعات الجزئية؟ لو السين فيها واحد واثنين وثلاثة، والصاد فيها واحد واثنين وثلاثة، هو كل العناصر اللي في سين موجودة في صاد؟ أيوة. يبقى سين جزء من صاد، ده علامة جزء. الرمز ده رمز جزء. طيب الصاد جزء من سين، دي صح ودي صح. طب ليه؟ ليه الصاد جزء من سين؟ كل الأرقام اللي في سين، كل الأرقام اللي في صاد موجودة في سين. يعني هنا في واحد، هنا في اثنين، هنا في ثلاثة. كل اللي موجود هنا موجود هنا. ايوه. يبقى صاد جزء من سين. فقام قايل لي ايه؟ خلي بالك، لو كانت سين جزء من صاد وصاد جزء من سين، يبقى معنى كده ان المجموعة سين قد المجموعة صاد. يبقى السين وصاد متساويين. اداني شكل فين كده، دي سين ودي صاد. هنا فيها واحد واثنين، ودي فيها ثلاثة واربعة وواحد واثنين. هو سين جزء من صاد ولا صاد جزء من سين؟ هو مين اللي جوه مين؟ الصاد جوه السين، يبقى الصاد حتة من السين. الصاد في بطن السين، يبقى هي حتة منها. بمعنى تاني بنطلع المجموعة سين، سين بيبقى رمزها كبير كده عشان دي مجموعة، انما سين دي رمز عنصر. في فرق ما بين رمز المجموعة ده ورمز العنصر. هنطلع سين فيها ايه؟ دايرة سين اكتب كل اللي جواها، اي حاجة جواها، في واحد وفي اتنين وفي تلاتة وفي اربعة. الصاد ده رمز الدايرة دي، انما هو مش عنصر اساسي جوه. طب الصاد فيها ايه؟ الصاد فيها واحد واثنين. كل العناصر اللي في صاد موجودة في سين ولا كل العناصر اللي في سين موجودة في صاد؟ لا، ده صاد كلها موجودة في سين، انما سين مش موجودة في صاد. يبقى معنى كده ان صاد جزء من السين. طيب والسين ليست جزئية من الصاد. كلمة عبير وكلمة ربيع مثلهم بمجموعات. لو عملنا دي مجموعة هتبقى العين والباء والياء والراء. طب وهنا الراء والياء والباء
والعين. طب ما هي كل العناصر اللي هنا موجودة هنا، كل العناصر اللي في ده موجودة هنا. لو سمينا ده س وده ص، يبقى السين جزء من الص، طب والص جزء من السين، يبقى السين قد الص. بتكون السين المجموعة سين قد المجموعة ص امتى؟ لما كل العناصر اللي هنا تبقى موجودة هنا. طيب نحل تمارين واحد واحد ونشوف. الرسمة دي بنقول عليها اسمها ايه؟ اسمها شكل فيل. بيقول هو س جزء من الص، حط لي صح ولا غلط. هو ص جزء من العين جزء من اللام. هو الواحد جزء من السين. هي التلاتة تنتمي للام. هي الاثنين جزء من الصاد. هي اللام جزء من السين. هي فاي جزء من اللام، ولكن فاي ليست جزئية من السين. تمارين واحد واحد. ده السؤال الأولاني بيقول لي ضع علامة صح أم خطأ. قلت له بسيطة، هي السين جزء من الصاد. أطلع لك يا أستاذ السين، السين فيها كل ده في بطنها، كل ده جواها، اللي هو واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة. طب طلع الصاد، الصاد فيها ثلاثة وأربعة. تطلع اللام، اللام فيها خمسة وستة وسبعة وثلاثة وأربعة. الترتيب مش مهم جوه المجموعات. هو س جزء من الصاد، يعني كل الأرقام اللي في س موجودة في صاد؟ طبعا لا. يبقى الإجابة دي خطأ. المفروض الس تبقى ليست جزئية من الصاد، أو الصاد هي اللي جزئية من السين. الصاد جزء من اللام. نروح نشوف الصاد. الصاد اهي جزء من اللام، يعني كل العناصر اللي في صاد موجودة في لام. أيوه، تلاتة وأربعة موجودين هنا، تلاتة وأربعة يبقى جزئية. الإجابة دي صحيحة. الواحد جزء من السين. في معلومة يا شباب لازم نحطها في دماغنا، الرقم بيجي معاه ينتمي أو لا ينتمي، المجموعة بيجي معاها جزء أو لا جزء. ده رقم ما ينفعش يجي معاه جزء، غلط. التلاتة تنتمي للام، اللام جوه منها تلاتة. خلي بالك دي رقم اهو، ما هواش مجموعة. صح. الاثنين جزء من الصاد، دي غلط. المفروض تصحيح ده هي المجموعة واحد تكون جزء من السين. المفروض هنا يقول لك الاثنين مجموعة ليست جزئية من الصاد. اللام جزء من السين. اللام جزء من السين، يعني كل عناصر في لام موجودة في سين. كل عناصر لام موجودة في سين، إجابة صح. الفاي جزء من اللام. أيوة، المجموعة الخالية جزء من أي مجموعة، ولكن الفاي ليست جزئية من السين. طبعا الإجابة دي غلط. ليه؟ لأن الفاي جزء من السين برضو. السؤال الثالث بيقول لو كان ألف مجموعة عوامل العدد 16، وكان ب مجموعة عوامل العدد 8. اكتب
بذكر العناصر المجموعتين ألف وباء. دي ألف المطلوب الأول. المطلوب الثاني بيقول أي مجموعة جزء من الأخرى. العوامل يعني هي كم في كم من جدول الضرب. الواحد في 16 أو الاثنين في 8 أو الأربعة في 4، ما فيش رقم بيتكرر في المجموعة. بين مجموعة عوامل الثمانية، الثمانية اثنين في 4 أو الواحد في 8. كل العناصر اللي موجودة في ب موجودة في ألف. يبقى أنا ده قلت له السؤال الأولاني اللي هو كتابة العناصر. طب أي مجموعة جزء من الأخرى؟ ب جزئية من الألف. السؤال الأخير بيقول في الشكل ده ألف تقاطع به بإيه؟ دي الألف، دي دايرة الألف، ودي دايرة الب. دايرة الألف أهي ودايرة الب أهي. اللي موجود ما بينهم، اللي موجود ما بينهم 4 و 5 و 1، يبقى 1 و 4 و 5. طب ايه اللي موجود في ألف وفي ب وفي جيم؟ اللي موجود جوه دايرة ألف وجوه دايرة ب وجوه دايرة ج، التلات خطوط اتقطعوا هنا في الواحد، يبقى النتيجة المجموعة واحد. نتمنى ان نكون استفدنا، والى اللقاء.